حشرة عجيبة. جلست سعاد ويحيى تحت شجرة، فانتبه إلى ثقب صغير في الأرض يخرج منه النمل ويدخل في حركة دائبة. فقالت سعاد: في كل مرة أشاهد النمل أزداد انبهارا بهذا المخلوق العجيب. رد يحيى: نعم يا سعاد، انظري كيف تحمل النملات حبات القمح. قالت سعاد: نعم، وانظر كيف يتواصل هذا النمل باللمس وكأنه يتبادل التحية. صدقت، يا لها من حشرة عجيبة، منها نتعلم الجد والصبر والإخلاص في العمل.